باريس سان والنادي الاهلي يرجع للقاء تاني نقطه صفر تعادل بين فرقتين. فاول على ضد اللاعب ماهر حسين الاحمر. محمد عطا بيحاول يعدي محمد عطا محمد ابراهيم لكن بيعمل معاه فاول. ممدوح هاشم الاحمر محمد عطا ولكن قطع لعيب نادي الزمالك من داخل منطقه 6 امتار وتصبح الهجمه للنادي الاهلي. محمود فايز لاسلام كريم السعيد وعمرو الاليوبي اسلام علي زين كريم السعيد مره ثانيه عايزين اسلام ادم الزغبي عايزين مره ثانيه اسلام لادم علي زين لكن فاول بيعمله مع اللاعب محمد عطا. محمد ابراهيم اخر 30 ثانيه اعزائي المشاهدين في عمر اللقاء. الكره مع النادي الاهلي علي زين لاسلام لعايزين مره ثانيه بيصوب عايزين تصويبه قويه وبينجح في انه يسجل هدف ال 30 لصالح النادي الاهلي لتصبح النتيجه 30-29 وبيشوط اللاعب محمد عطا لكن بتيجي في عرضه وشايف انا حكم اللقاء بيدي دقيقتين للاعب النادي الاهلي. كره قويه من لاعب علي زين بياكد فيها تفوق النادي الاهلي. كارت احمر للاعب محمود فايز لاعب النادي الاهلي. اداره فنيه واعده من الكابتن محمد عبد المعطي. للقاء حتى الان بعد ما كان متاخر بفارق 6 اهداف قدر ان هو يتعادل ويقلل الفارق ويكسب فارق هدف. حتى الان جمهور الاهلي كله بيدي ربنا. شايف انا عمرو الاليوبي بيكلم كابتن وائل الداجن وتعليمات فنيه من الكابتن محمد عبد المعطي. جمهور الاهلي بيشجع فريقه بجنون وبيدي ربنا ان يكسب مباراه. اخر 20 ثانيه في احداث اللقاء اعزائي مشاهدي قناه الاهلي وجمهور الزمالك مصدوم من نتيجه اللقاء بعد ما كان متقدم فرق 6 اهداف اصبح متاخر بفرق هدف واحد. طبعا صدمه قويه. لسه ما زال لاعب نادي الزمالك حتى الان مصاب اللاعب محمد عطا. شايفين لاعب محمود فايز بيتجه للمدرجات خد كارت احمر بيتجه للمدرجات. نتمنى السلامه للاعب محمد عطا. مباراه قويه شايفين الكابتن هادي فهمي والكابتن عمرو الشناوي بيطمنوا على سلامه اللاعب محمد عطا لاعب نادي الزمالك ومعاهم الكابتن عمرو فاروق والكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بنادي الاهلي. نتمنى السلامه والتوفيق للاعب ونتمنى الفوز لنادي الاهلي. نتمنى السلامة للاعب نادي
ازيك محمد عطا؟ نجح الكابتن محمد عبد المعطي في انه يلعب على هجوم نادي الزمالك ويأمن دفاعاته ويقلل الفارق من 6 اهداف في بداية اللقاء لحد ما وصل للتعادل، وفي اخر هجمة اكد تفوقه وسبق الزمالك بهدف لصالح الاهلي، وبيجيب النهاردة عن النادي الاهلي اللاعب كريم شكري المنتقم نادي لبس للنادي الاهلي ومن احد الاوراق الرابحة للنادي الاهلي، وبيجيب ايضا عن نادي الزمالك اللاعب حسن يسري كابتن منتخب مصر ومن اللاعبين المؤثرين جدا في صفوف نادي الزمالك ومنتخب مصر. نتمنى له السلامه والشفاء. مادي حتى الان اللاعب هيطلع اللاعب محمد عطا يتعالج خارج ارض الملعب، نتمنى له الشفاء. تحيه للاعب من الجمهورين. اذا اللاعب مغمى عليه، نتمنى السلامه والشفاء للاعب. محمد عطا من اللاعبين المؤثرين بصفوف نادي الزمالك ويبقى ليهم شان كبير في المستقبل ان شاء الله. اتمنى نطمن على اللاعب ويستهدف مره اخرى حكم اللقاء المباراة دكتور احمد دارس بيهدي لعبته. شايف انا الكابتن روف جاسر نزل يطمن على اللاعب. الحمد لله اللاعب فاق. سلامات للاعب محمد عطا. فاق اللاعب الحمد لله، نتمنى له السلامة والشفاء. هيلعب النادي الاهلي 5 لاعبين اخر 20 ثانيه من زمان المباراه، يلعب 5 لاعبين النادي الاهلي نظرا لاستبعاد اللاعب محمود فايز. كرة مع الأحمر.